الغت شركة دايلم اندر ستاريال لكوريا الجنوبية صفقة قيمتها ملياري دولار مع ايران، كانت قد ابرمت قبل سنة حول مشروع انشاء مصفاة للنفط في مدينة اصفهان، وأعلنت الشركة أن السبب الرئيسي في الغاء عقدها مع طهران هو عدم قدرة الجانب الايراني على تمويل تكاليف تنفيذ مشروع تطوير مصفاة نفط اصفهان الذي حصل نتيجة لاعاده فرض عقوبات اقتصاديه امريكيه على ايران